تعالى كده بص صفحه 6 المساله الاولانيه عشان في طلبه غلطوا فيها. اقراها وبص على الصبر حلها ازاي. احسب، محدش يبص الاجابه دلوقتي، احسب حجم الماء اللازم اضافته. ال 200 مللي هيدروكسيد صوديوم تركيزه 3/10 مولر ليتحول لتركيز 1/10 مولر. استاذ انت هتالف اسئله يا استاذ، والله كل دي موجوده في دليل تقويم الطالب. يبقى اثنين هتبص فيهم، اسئله كتاب المدرسه دليل تقويم الطالب، وامتحانات القديمه كلها حل على قد ما تقدر. قال له ثواني يا مستر، اي ماده يا جدعان اهي؟ انا جبت هيدروكسيد صوديوم. قال له والله المحلول ده عاوز اخففه. قول له عادي. القانون التخفيف عباره عن ايه؟ اي ماده جاب لك حمض كبريتيك هيدروكسيد صوديوم مش فارقه. اي قاعده عامه هي؟ الحجم في التركيز قبل التخفيف، قبل التخفيف بيساوي الحجم في التركيز بعد التخفيف لنفس الماده. صودا كاوية، حمض كبريتيك، بوتاسا كاوية، مالي. الحمض في التركيز قبل التخفيف سوى الحمض في التركيز بعد التخفيف. والله دي موجوده في تقويم الطالب وجات في اكتر امتحان بوكليت. قول له عادي، ما حجم الماء لازم اضافته الى 200 مل هيدروكسيد صوديوم. 200 مل هيدروكسيد صوديوم تركيزه 3/10 مولر. محدش بص في الاجابه. ليصبح تركيزه 1/10 مولر يبقى انا عاوز الحجم بعد التخفيف. عاوز الحجم. قول له عادي، ما تحفظش المسائل دي، انا مديلك هنا اهم المسائل البارزه. حل مسائل كتاب المدرسه والمسائل كتاب المدرسه بتاعت الباب الثاني المحلوله خلي بالك منها. ادي انا بقول لك اهو قابلك تاني، مسائل كتاب المدرسه المحلوله احفظها، مش عاوز احفظها، ركز عليها كويس قوي. قول له عادي جدا، بص على السبوره كده كانك مش عارفها، ما حدش بص الاجابه. ما حجم الماء لازم اضافته الى 200 مللي، 500 مللي انا مالي، تركيزه 3/10 مولر ليصبح تركيزه 1/10 مولر. الحجم بعد التركيز هيساوي 3/10 في 200 على 1/10 يطلع الناتج 600 مللي. يبقى ضفت ميه قد ايه؟ 400، ما قولش 600. ده الحجم بعد التخفيف 600، انا ضفت ميه قد ايه؟ 400. مش هجيبها لك مساله كلاميه، هجيبها لك اختياريه. اقول لك اختار الاجابه الصحيحه. لسه في حاجات عاوز اقولها صبوره حلوه برضو. ما بديلكش يا جدعان اسئله تقليديه. حجم الماء اللازم اضافته الى 200 مللي هيدروكسيد صوديوم تركيزه 3/10 مولر ليصبح تركيزه 1/10 مولر، هل 200؟ هل 600؟ هل 400؟ هل 100؟ الطالب مش عارف. حلها في المسواد ده يا اخي، هتطلع 400. الطلبة حلوا 600، ان هم جه حلها طلع 600، فلقى في الاجابه في 600 فبيختار ايه؟ 600. لكن يا ابني قلت لك حجم الماء لازم اضافته، كان الاول 200 بقى الحمض بعد كده 600، يبقى حجم الماء 400. انت ذاكرت مساله واحده، جاب لك حمض الكبريتيك عادي جدا اي ماده. ادي سؤال امتحان،